شكرا على التعليق سمير. حتى حزب التحرير والناس اللي مسانده هذا التحرر فيهم بعض وما مساندين من انصار الشريعه، هم ايضا عندهم مطالب لم تتحقق بالنسبه لهم في الثوره. كما القناصه، اين القناصه؟ اين مطالب الشعب؟ هذه بعض المطالب. لا انا نستغرب من حضور عضو مجلس وطني تاسيسي معناها متاع جمهوريه الثوره التونسيه يحضر في تظاهره كهذه، تظاهره متاع ناس شفتوا دغيج وغيرهم معناها من الناس الارهابيين والناس تمارس العنف في تونس، هذوما يحضر ويدافع على انصار الشريعه اللي محظوره واللي اليوم ملفاتها في الارهاب معروفه واللي قايدها هارب وقياداتها هاربه ليبيا. معناها هذه حقيقه نقطه استفهام نطرحها انا، واستغرب حقيقه.